أكيد ما بعرف كم كيلو رح نزيد اليوم. صباح الخير أنطوني. هاي إلي. ممنوع يعني واحد يفكر بكالوري، لازم دغري تفكر بسط وألوان وعيد. كل ما تفكر أنه قديش رح يعملوا لك، قديش رح يقعدوا جوا، كل ما تمشي معك. هلا هو صعب الواحد يفكر بس يطلع بهالأشياء الطيبة. خلينا نقولها مثل ما هي. ساعات بتطلع أنت وبتشوف مثلا دبل دكر لحمتين مع بيكن دونات اللي هو سويت يعني هو سكر برجر، بتطلع فيه بتعد كالوري أو بتقول عبالي انبسط قنعتني. أو ساعة مثلا عندك مع كل هولي هوت واين بيض سخن، هنبيض سخن اللي بنحط معه قرفة، بنحط معه أورانج، فيك تحط معه سكر، بحطه معه كانيل. أو مثلا بالآخر عندك 10 أنواع إكلير، هالإكلير مع شوكولا مع فاني مع بينات باتر وكل الألوان الموجودين، ما راح تاكلهم كلهم؟ بلا، بس انا ناطر يعني مش رح اعمل جريمتي لحالي، ناطر رولا بعد الريبورتاج لحتى هي تتحمل النص وانا اتحمل النص. نحن عودناكم نبرم على كل الضيع بلبنان، صح. هي لاول مره جبنا الضيع على بيروت. الفكره تبعها رح اقولها بالانجليزي ذا كلتشر اوف فود. اليوم ثقافه الاكل عم بتغير. هالاكل اللي كان من 5 سنين ناكل بس وقت الغداء وقت العشاء، هلا صار في اكل يتصور على انستغرام على فيسبوك، صار في معرض للاكل اللي هو سوق الاكل ببيروت لاول مره. ورح تشوفوا بهذا الريبورتاج رح نحكي مع فيه من بعده على مدة شهر 3 معارض نعمله، 3 أجواء أكل، جمعت الناس على ضحكة كتير حلوة، جمعتنا كلنا سوا حول الأكل، ما حدا، ما بقى في ألوان، ما بقى في افتراء بيناتنا. أكثر من 40,000 شخص إجا على بيروت على جبال، وهلأ هالجمعة بداون تاون بيروت رح تشوفوا كيف حتى لو في مشاكل سياسة أو يلي هو، نحن كلنا سوا مجموعين تا ننبسط بهيدا العيد. فبليز اظهروا تسلوا وبلنا لانه النق ما رح يغير شيء. خلينا نروح على السؤال وبعدين بدنا كثير ننبسط لانه بالاخر في عنا برجر ايس كريم. خليكم معنا. اوكي. جابي على الواتساب صورة على المعرض وقلت له واو. بالحقيقة أنا موجود حقيقة، بنقول واو.
شو بين على اكثر من هيك؟ هيدا هو لبنان اللي نحلم فيه، لبنان البسط، هيدا هو. هيدا جونا وهيدا لبنان، جو بسط تسلية وأكل، ومثل ما انتبهت شفت لك شي حدا ما عم بيضحك فلازم تظهروا لأنه هلأ جو العيد بعقد. رح أعمل لك شغلة ما في منها، هولي كلهم شايفينه هما في منها رسول الأكل رولا؟ رولا لدرجة عم بتشوف تريلاتها مش عم تقدر تجاوبني مش هلأ رح أعملها لرولا صار لي ساعة باكل حلو من إيدي جاري رح أعملكم آيس كريم برجر من محل بالسوق اسمه بوبسيتي. اول شيء رح نحط بوب سيتي، رح نحط هذا شو ليكور،
هلو حلقة رح نكمل وهلا عندك سارة بعد شوي تمام وتنورتنا بعدين شو شقرة بعتذر رح نحط نوتيلا آيس كريم بوزة على نوتيلا رح نزينها بشوية فريز شوكولا شوكولا وي شوكولا الطري مش اخر بعد كل انواع خبرتهم عن الدونات برجر او بعد ما وصلنا وبعدين رح نحط ويبت كريم هاي بدنا ناكلها على الهواء هلا رح تاكلها على الهواء ورح تشهي العالم كله بدنا نشوف اي طوارئ مستشفيات اليوم رولا هيدي الي بصير هي كلها الي هي كيف بدي اكلها قدام الناس ما عم بلش كل عقلك بدي اكبش هاي قدام الناس ارحام القماش تبعها ارحام الجوله عم نحاول نضيفها في عنا اكلير في عنا اكلير من عند ميز اكلير عنا الدونات برجر فرجانيكم قبل شوي مع برجر لفتر طلع انتوا رح تاكلوا حلو رح اكل مالح حلوات غدا نحن رح ناكل بهدله بعد شوي من وراك هيدا البرجر كيف بدي اقدشها هاي يلي هو اثنين لحمتين مع بيكن في عنا تشوروز والهوت واين اللي حطيت لك اياه رح نزينه ب شفت جينجر هاوس بلشت ازعل من عند شوجر ستوري مع اللي شايفينهم هون كل هولي ب سوق الأكل يلي هو بلش مبارح اليوم لحديد 23 الشهر من 5 بعد الظهر بالأسواق ل 12 بالليل واليوم هو نهار للعيال شرفك مش طيب مجنن كلينكس لحقها أنا بقول لحقها بكلينكس وما بيتاكل على هوا لقونا بسوق الأكل بدنا نشكرك أنتوني نحن متابعين حلقتنا شو أخذ قبل ما تجي خليكم معنا شو أخذ